بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن جمهور العلماء رحمهم الله قد فرقوا بين الغنيمة والفيء، فعرفوا الغنيمة بأنها المال الذي يحوزه المسلمون بعد قتال أعدائهم ومجالدتهم والإيجاف عليهم بالخيل والركاب، وأن الفيء هو المال الذي يحوزه المسلمون من عدوهم من غير قتال. ومثلوا للقسم الأول بما كان يوم بدر، وللقسم الثاني بما كان يوم بني النضير. ويدل على هذا التفريق أن الله جل جلاله قد جعل الغنيمة على أقسام خمسة، على أربعة أخماس. خمس قسمه الله على أقسام خمسة، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأخماس الأربعة الأخرى تكون للمجاهدين الغانمين. أما الفيء فإن الله جل جلاله قد جعله كله في تلك الأقسام الخمسة، فقال جل من قائل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم. لم يجعل لهؤلاء الخمس، بل جعل لهم الفيء كله، فعلم من ذلك أن الفيء غير الغنيمة. أما من ذهب من أهل العلم إلى أن الفيء والغنيمة شيء واحد، فقد استدلوا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، يعطي من شاء ويمنع من شاء. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة بين الفاتحين، وأنه عليه الصلاة والسلام لما غنم تلك الغنائم العظيمة يوم حنين ما قسمها بين الغانمين، وإنما خص ناسا دون ناس، فأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وعيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية غنما بين جبلين، وخص سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب وولديه يزيد ومعاوية بشيء كثير من تلك الغنائم، وما أعطى الأنصار شيئا عليهم من الله الرضوان. قالوا معنى ذلك أن الغنيمة والفيء كلاهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعهما حيث شاء. لكن جمهور العلماء رحمهم الله أجابوا على تلك الأدلة، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين أولئك القوم برضا من بقية الغانمين، أعطاهم لأنهم كانوا ذوي شوكة ولهم أتباع من أجل أن يرغبهم في الإسلام ويثبت قلوبهم عليه. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالأنصار وكلمهم
قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما وقسما. رضوا رضوان الله عليهم رغم أنه ما أعطاهم شاة ولا بعيرا. أما كونه لم يقسم مكة فلأن الإمام مخير في الأرض، الأرض يعني الغنائم، إما أن تكون أرضا وإما أن تكون غير الأرض، للذهب والفضة والمتاع والأنعام وما إلى ذلك. الذهب والفضة وغيرها هذه يقسمها بين الغانمين، أما الأرض فالإمام مخير، إن شاء قسمها وإن شاء جعلها وقفا للمسلمين. وبكلا الأمرين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قسم أرض قريظة بين الغانمين، وقسم أرض خيبر سوى شيء يسير منها. أما مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قسمها، وكذلك عمر رضي الله عنه لما فتحت بلاد الشام ما قسمها، واستدل بأن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين لما تركت أرضا غنموها إلا قسمتها بين الفاتحين. وبالمناسبة هذه الآيات في سورة الحشر استدل بها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه في أن مبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الفيء نصيب. مبغض الصحابة الذي يسبهم وبالشر يذكرهم ويتبرأ منهم ليس له في المغنم، ليس له في الفيء نصيب. ولما قيل لمالك رحمه الله: ومن أين ذلك؟ يعني من أين أخذته؟ قال رضي الله عنه: أهؤلاء ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: أهم من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد بالله أنهم ليسوا ممن قال فيهم ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني المؤمن ليس في قلبه غل للصحابة رضوان الله عليهم، وليس في قلبه غل على سلف الأمة رضوان الله عليهم، بل هو يدعو لهم ويترضى عنهم. أما هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ويخوضون في الفتنة التي كانت بينهم ويتحدثون عنهم بقالة السوء فليس لهم في الفيء نصيب. نرجع إلى الآية أيها الإخوة الكرام، فأقول: جمهور العلماء رحمهم الله على أن الفيء غير الغنيمة، فإن الفيء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أئمة المسلمين يضعونه حيث شاءوا، أما الغنيمة فإن الله عز وجل قد جعلها على أقسام خمسة: خمس لهذه المصارف الخمسة، والأربعة أخماس الباقية هي للغانمين. يقول الله عز وجل: واعلموا، أي تيقنوا، أن ما غنمتم، يعني أن الذي غنمتم، ما ها هنا موصولة بمعنى الذي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني فواجب حتم أن لله خمسه، أو فحقه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جمهور العلماء أيها الإخوة الكرام على أن هذه المصارف
5. إخواننا أنتم صاحين. الله جل جلاله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جمهور العلماء على أن هذه المصارف كم؟ 5، باعتبار أن مصرف لله ورسوله شيء واحد. وانفرد أبو العالية رحمه الله فقال: بل هي 6، فأن لله هذا مصرف. ما معناه؟ قال: معناه أن يقبض الإمام بيده من المغنم فيجعل هذا الذي قبضه في رتاج الكعبة، أي في مصالحها، في مصالح الكعبة، ينفق من هذا على بيت الله الحرام. هذا رأي أبي العالية رحمه الله وحده. أما جمهور العلماء فقد قالوا: الله جل جلاله افتتح بذاته تشريفاً وتبركاً، لأن كل شيء لله جل في علاه. فالمصارف 5، لله وللرسول هذا مصرف واحد، ولذي القربى هذا المصرف الثاني، وسيأتي بيان من هم ذوي القربى، واليتامى المصرف الثالث، والمساكين المصرف الرابع، ثم ابن السبيل المصرف الخامس. قبل ذلك أيها الإخوة الكرام، هناك مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز للإمام أن ينفل المجاهدين شيئا سوى الأربعة أخماس التي أخذوها؟ يعني لو فرض بأن هؤلاء الفاتحين قد غنموا ذهبا وفضة، قد عرفنا أن هذا المغنم خمسه يكون في هذه المصارف 5، والأربعة أخماس تذهب إلى هؤلاء الغانمين. طيب، هل يجوز للإمام أن ينفل هؤلاء الغانمين شيئا سوى تلك الأخماس 4؟ جمهور العلماء قالوا: نعم، يجوز له ذلك. قالوا: وقد دلت السنة على ذلك في مواضع. الموضع الأول: إذا بعث الإمام جيشا أو وجه سرية جاز للإمام، أي للحاكم أو لقائد الجيش، أن يقول لهم: ما غنمتم فلكم ربعه، أو يقول لهم: ما غنمتم فلكم ثلثه، لكم ثلثه، يعني ليس لكم فقط الأربعة الأخماس، وإنما لكم الربع أو لكم الثلث. قد ثبت ذلك من حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه سرية فجعل لهم الربع حين ذهبوا والثلث حين رجعوا، جعل لهم الربع حين ذهبوا والثلث، أي ثلث المغنم، حين رجعوا. والتمييز بين الذهاب والرجوع المصلحة فيه ظاهرة، فإن الذهاب آمن من الرجوع، لأنهم لما ذهبوا العدو غافل عنهم والخطر في حقهم يسير، أما حين كونهم راجعين فقد بصر بهم الأعداء وانتبه لهم الخصوم والخطر عليهم كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم الربع حين ذهبوا، ثم رفع ذلك التنفيل إلى الثلث حين رجعوا. فالإمام ينظر فيما هو أصلح للناس، هذا موضع. طيب، الموضع الثاني: يجوز للإمام بعدما يعطي الغانمين 4 الأخماس
أن يزيدهم شيئا من الخمس الذي قال الله فيه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سرية قبل نجد فغنم كل واحد منهم 12 بعيرا ثم نفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف السدس، نصف السدس يعني كل واحد منهم كان نصيبه في الأخماس الأربعة 12 بعيرا، بعد ذلك نفلوا بعيرا بعيرا وهو نصف السدس. أنتم معي أيها الناس؟ لأن 12 سدسها كم؟ 2 ليس 1، 2 ونصف السدس 1. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخذوا نصيبهم لكل واحد 12 بعيرا نفلهم نصف السدس بعيرا بعيرا. واضح أيها الناس؟ طيب، الموضع الثالث أن ينفل الإمام بعض الناس لشدة بأسه ونكايته في المشركين. يعني الإمام يتخير قائد الجيش، يتخير بعض الناس لأنه كان شديد البأس عظيم النكاية في العدو، فيميزه عن سائر الناس بعدما أخذ نصيبه في المغنم ينفله زيادة على الناس. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل أخوه عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم بدر، قتله عمرو بن عبد ود العامري، لعنه الله عمرو بن عبد ود العامري، وعمرو بن عبد ود هذا سيقتله علي يوم الأحزاب، هذا الخبيث، وكان رجلا لئيما شديد الكفر، جاء يوم الأحزاب فاقتحم بفرسه وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا، ثم قال له يا محمد أنت تزعم أن قتلانا في النار وقتلاكم في الجنة وقد اشتاقت نفسي إلى النار، فهل من أحد قد اشتاقت نفسه إلى الجنة؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه راجلا على رجليه والكافر على فرسه، فنظر إلى علي نظرة احتقار، قال له من أنت يا فتى؟ قال له أنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له لقد استصاروك فأرسلوك، لما لم يرسلوا واحدا من الكبار؟ فقال له أرسلوني لأنني أقلهم شأنا وأنت لست أهلا لواحد منهم، لأن أنا أكفيك. فقال له عدو الله يا علي لقد كان أبوك صديقي وأنا لا أحب أن أفجعه فيك. فقال له علي ولكن أباك لم يكن صديقي وأنا أحب أن أفجعه فيك. فالكافر اغتاظ وثارت حمية الجاهلية عنده، فقال له علي إني أعلم أنك قد عاهدت ربك أنه لا يدعوك أحد إلى خصال ثلاث إلا قبلت واحدة. فقال له هات الأولى، قال الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الكافر لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. هات الثانية، قال له الثانية أن ترجع. يعني وعلي يستفزه بهذا الكلام، زي ما واحد يقول لك يا أخي كدي أمش. قال له أن ترجع، قال لا نجوت إن نجا محمد، يعني أنا سأقتلك وأقتل بعدك محمدا. هات الثالثة، قال له الثالثة أن تقاتلني على فرسك وأقاتلك على الأرض. وهذا أيضا استفزاز لهذا الكافر. فعقر عدو الله فرسه ثم نزل، فهنا خدعه علي رضي الله عنه
قال له: ما جئت لأقاتل اثنين وإنما لأقاتل واحدا. فالكافر نظر من أجل أن يرى من الثاني، فعاجله علي رضي الله عنه بضربة أطارت رأسه، والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. في يوم بدر هذا الخبيث قتل عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه قتل العاص ابن هشام، العاص ابن هشام المخزومي. ثم بعد ذلك أخذ سيفه وكان ثمينا جدا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فاجعله في القبض، اجعله في الغنائم. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، يعني بي من الغم والضيق. قتل أخي ومنعت سلبي، وقلت في نفسي: الآن يعطيه لرجل لم يبل بلائي. يعني الشيطان وسوس له إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطي هذا السيف لإنسان ما أبلى بلاء سعد رضي الله عنه. قال: فما مضيت إلا قليلا حتى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: قد نزل في قرآن، يعني الآن القرآن نزل وقد هلكت بهذه الوسوسة التي جاءتني. فتلا علي: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. قال: الآن حين جعل إلي خذه، خذه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفل سعدا ذلك السيف، وخصه به من بين الناس. وأيضا أيها الإخوة الكرام، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع سلمة بن الأكوع، سلمة أبو إياس، سلمة ابن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، كان رجلا خيرا نبيلا، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، خير رجالتنا. أنتم تعرفون إلى يوم الناس هذا في الجيوش هناك سلاح الفرسان وسلاح المشاة. المشاة هم الرجالة الذين يمشون على الأرجل. سلمة ابن الأكوع هذا كان رجلا عجيبا، كان رجل عجيب في العدو لا يلحقه أحد. في غزوة من الغزوات كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين يأكلون، فجاء رجل هو عين للعدو، جاسوس أعرابي، فجلس معهم يأكل واطلع على غراتهم وعوراتهم، ثم قام من بينهم سريعا يشتد حتى استوى على بعيره، ثم أثار بعيره وانطلق. هنا الصحابة انتبهوا إلى أن هذا الرجل جاسوس، فواحد من الصحابة جلس على ناقته وذهب في إثره فلم تغن عنه شيئا، فانطلق سلمة بن الأكوع على رجليه حتى سبق بعير الأعرابي، سبق البعير ثم انتظر حتى كان عند وركه، فأخذ بزمامه فأناخه، ثم ضرب الأعرابي على رأسه فأبانه، ثم رجع يقود البعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل الأعرابي؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: فلك سلبه كله، يعني البعير والملابس والسلاح وما في هميانه، أي ما في ثياب ذلك الأعرابي من مال وغيره، كله لمن؟ لسلمة بن الأكوع. فالمقصود ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص أحيانا بعض الناس بنفل دون غيره. واضح أيها الناس؟ فهذا هو الموضع الكم؟ الثالث. الموضع الثالث.
الموضع الرابع أيها الإخوة الكرام أن يقول قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى أن الذي يقتل قتيلا يأخذ ما عنده. يقول أبو قتادة، يقول أبو طلحة رضي الله عنه: فقتلت يوم حنين 20 رجلا فأخذت أسلابهم جميعا. وكان رضي الله عنه يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد. أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيد. أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقيه بنفسه سهام المشركين. وفاتني أن أذكر أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. هذا الرجل المبارك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 3 مرات، بايعه في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وقد انتقل رضي الله عنه بعد مقتل عثمان إلى الربذة، ومكث هنالك ما شاء الله له أن يمكث، حتى كان قبل وفاته بأيام رجع إلى المدينة، وتوفي بها 74 عليه من الله الرضوان. هذا سلمة ابن الأكوع. أما أبو طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل الأنصاري، تعرفون قصته بأنه تزوج أم سليم وكان مهرها الإسلام. وهذا الرجل المبارك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الغزوات، حتى أراد الصحابة في زمان عثمان أن يخرجوا في غزوة في البحر بعدما صنع الأسطول، فقال له بنوه: يا أبانا، قد صرت شيخا كبيرا وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ونحن نكفيك. فقال لهم: إن الله جل جلاله قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبابا. فقال: انفروا خفافا وثقالا. كأنه كان يرى تفسير هذه الآية أي شيوخا وشبابا. فخرج رضي الله عنه غازيا في البحر فمات في السفينة، فما وجدوا مكانا يدفنونه فيه لأنهم في البحر، إلا بعد 7 أيام فما تغير فيه شيء رضي الله عنه. يعني دفنوه بعد 7 أيام وهو كما هو. فأرجع فأقول: هذا الرجل يوم حنين قتل كم؟ 20 رجلا فأخذ أسلابهم جميعا. وكذلك أبو قتادة ربعي ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، يوم حنين قال: رأيت رجلا من المشركين يهد المسلمين هدا، فأتيته من خلفه فضربته على حبل عاتقه ضربة. قال: فالتفت إلي وضمني ضمة وجدت فيها رائحة الموت، ثم غلبته نفسه، يعني تلك الضربة قد خارت معها قواه. قال: فأرسلني، ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. فقلت: يا معشر المسلمين، من يشهد لي، يعني من يشهد لي أني قتلت، يعني هذا الرجل من يشهد لي؟ فلما كن من المسلمين صدق والله يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه مني. يعني أبو قتادة قتل هذا الرجل وأنا قد أخذت سلبه، يا رسول الله أرضي أبا قتادة. فقال أبو بكر: لا الله،
يعني لا والله لا يعمد أسد من أسد الله إلى رجل فيقتله ثم تأتي أنت فتأخذ سلبه. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه فاشتريت به مخرفا في المدينة، مخرفا أي بستانا، وكان أول مال تأسلته في الإسلام، يعني هذا أول شيء ملكته في الإسلام. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن من المواضع التي يجوز الإمام أن يخص فيها ناسا أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه. طيب، من المسائل في هذه الآية الكريمة أجمع أهل العلم على أن الغلول من المغنم حرام، أن الغلول من المغنم حرام، لأن الله جل جلاله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول من كبائر الذنوب، وقد اختلف أهل العلم هل يحرق متاع الغال أم لا. أما كون الغلول من الكبائر فقد ثبت أن غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم أو يقال له كركرة أصابه سهم غريب يوم خيبر فقتله، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا، غل من المغنم. ففتش الصحابة متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن غيب من الغيوب بأن هذا الرجل قبره يشتعل عليه نارا. ما السبب؟ أنه غل من المغنم. ورجل آخر من الصحابة أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبره يشتعل عليه نارا، فوجدوا بأنه قد غل قطيفة أو شملة، فالغلول من كبائر الذنوب. أما تحريق متاع الغال فالراجح من أقوال أهل العلم أنه عقوبة تعزيرية للإمام أن يوقعها أو ألا يوقعها، يعني ليست هي حدا لا بد من إنفاذه. ثم المسألة التي بعدها، متى تستحق الغنيمة؟ متى تستحق الغنيمة؟ قال بعض المالكية رحمه الله الغنيمة تكون مستحقة متى ما سلك الجيش دربا نحو دار الكفر، متى ما سلك الجيش أي جيش الإسلام دربا نحو ديار الكفر. وقال جمهور العلماء لا تستحق الغنيمة إلا إذا حازها المسلمون وكروا راجعين إلى دار الإسلام. طيب، ما فائدة الخلاف أيها الإخوان؟ ما الفرق بين القولين؟ الفرق أنه لو مات ميت من هؤلاء الغزاة فعلى القول الأول يستحق نصيبه من المغنم ويرثه عنه أولياؤه بمجرد خروج الجيش وسلوكه الدرب نحو دار الكفر. أما على القول الثاني فلا يستحق هذا الميت المغنم إلا إذا حيز وكر الجيش راجعا، معنى ذلك أنه لو مات في طريق الذهاب فليس له من المغنم نصيب. يا أخوان الكلام ده واضح تحتاجون إليه إن شاء الله لو رفع علم الجهاد، فانتبهوا تحتاجون إلى هذا الكلام. فهذه من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. طيب،
دعونا من بقية المسائل ونرجع إلى الآية. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جمهور العلماء على أن هذه المصارف خمسة: لله وللرسول مصرف واحد. طيب، مصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. الخمس مردود عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ إلا من فيء بني النضير، وأحيانا من فيء بني قريظة، من فيء بني قريظة. لكن بعد ذلك كل ما كان يغنم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصطفي لنفسه حمراء ولا بيضاء، وإنما يقسمه كله بين المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. وجمهور العلماء أن هذا المصرف باق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذه إمام المسلمين ويجعله في مصالح المسلمين. طيب، المصرف الثاني لذي القربى. ذو القربى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب، انتبهوا أيها الناس، عبد مناف كان له من الأولاد أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، الثلاثة الأوائل أشقاء. هاشم والمطلب وعبد شمس أمهم عاتكة بنت مرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن العواتك، أنا ابن العواتك. أما نوفل فأمه أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من خيبر قسم من هذا الخمس لبني هاشم وبني المطلب، فجاء عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن عبد شمس، وجبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فقالوا: يا رسول الله، أعطيت إخواننا من بني هاشم وبني المطلب ومنعتنا، ونحن وهم منك سواء، يعني كلنا نجتمع معك في عبد مناف، لما أعطيت هؤلاء ومنعتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، ما افترقنا في جاهلية ولا إسلام. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الإخوان، تذكرون حصار الشعب لما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر، وكان أحدهم يضع كما تضع الشاه، يعني الواحد منهم لو قضى حاجته، الواحد من الصحابة ما يخرج منه إلا كالبعر الذي يخرج من الشاه. دخل في ذلك الحصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب، أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فقد كانوا مع قريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص بني هاشم وبني المطلب بنصيبهم من الفيء، ومنع بني عبد شمس وبني نوفل، منع العبشميين والنوفليين، وأعطى الهاشميين والمطلبين. واضح أيها الناس؟ فهؤلاء ذو القربى. من ذو القربى؟
بنو هاشم وبنو المطلب، هذا هو السهم الثاني. ثم السهم الثالث من؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم شرعا من فقد أباه قبل البلوغ، وشذ بعض أهل العلم فقال اليتيم من فقد أبويه، واستدلوا بقول مجنون ليلى: إلى الله أشكو فراق ليلى كما شكا فراق الوالدين، كما شكا إلى الله فراق الوالدين يتيم، كما شكا إلى الله فراق الوالدين يتيم. لكن جمهور العلماء على أن اليتيم مخصوص بمن فقد أباه، وأن يكون هذا الفقد قبل البلوغ، فبعد البلوغ لا يسمى يتيما. هذا هو المصرف الثالث. ثم المصرف الرابع المساكين، والمساكين جمع مسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر معا افترقا. وقد اختلف العلماء فقال بعضهم بأن المسكين أشد حاجة من الفقير، واستدلوا بقول الله عز وجل: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وهو الذي التصقت يداه بالتراب من شدة الفاقة. وبعضهم قالوا: بل المسكين أفضل من الفقير، واستدلوا بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين، فكان عندهم سفينة مع ذلك سماهم الله مساكين. طيب، والمصرف الخامس ابن السبيل، وابن السبيل معروف هو المسافر الذي انقطعت به السبل. هؤلاء أيها الإخوان، أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء. يعني هي في خصوص الفقراء من اليتامى والمساكين وابن السبيل. أما إذا كان اليتيم غنيا قد ورث عن أبيه مالا كثيرا، فإنه لا يعطى من هذا الخمس. واضح أيها الناس؟ وكذلك ابن السبيل لو كان غنيا فإنه لا يعطى من الخمس. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم عظم جل جلاله شأن ذلك الخمس فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الله جل جلاله يبين أن الناس ليسوا مخيرين في أن يعطوا ذلك الخمس أو لا يعطوه، بل هو مربوط بالإيمان. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن وفد عبد القيس لما جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على الإيمان. قال: أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الإيمان. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. العبد هاهنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما ربنا جل جلاله يذكره بوصف العبودية في المواطن الشريفة، كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: أليس الله بكاف عبده، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على
عبدنا، فالعبودية هي أشرف أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال: قولوا عبد الله ورسوله، لما قال له بعض الناس: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، الله جل جلاله سمى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه جل جلاله قد فرق فيه بين الحق والباطل، فنصر الفئة المؤمنة القليلة عددها الضعيفة قوتها على الفئة الكافرة الكثيرة عددها العظيمة قوتها. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا يوم بدر وما معهم سوى 70 بعيرا، كل 3 يعتقبون بعيرا، وما معهم إلا 2 و7 أسياف. ولذلك ربنا جل جلاله جعل ذلك آية من آياته: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هذه آية عظيمة، ولذلك الإنسان البصير آمن بعد بدر، أيقن بأن هذا الدين دين الله، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن أصحابه هم جنود الله، وأن الذي نصرهم هو الله. وإلا بالاعتبارات المادية كيف تنتصر هذه القلة القليلة على تلك الكثرة الكافرة؟ وقد خرجوا رضوان الله عليهم وهم في جوع ومسغبة، وأولئك القوم خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس، فكانوا في يوم ينحرون 9 وفي يوم ينحرون 10، كثيرة شحوم بطونهم وقد امتلأت بألوان الطعام والشراب. ولذلك ربنا جل جلاله سمى ذلك اليوم يوم الفرقان، بما أظهر من آياته من إنزال الغيث، ومن تغشيتهم بالنعاس، ومن تأييدهم بالملائكة، ومن تقليل أعين عدد المشركين في أعينهم. ولذلك قال: يوم الفرقان، اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. يعني الله جل جلاله جعل يوم بدر بمنزلة القرآن، كما أن القرآن فرقان، فقال جل من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك يوم بدر جعله الله عز وجل فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله وجمع المشركين الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت، هؤلاء جنود الرحمن وأولئك جنود الشيطان. يوم التقى الجمعان قال جل من قائل: والله على كل شيء قدير. قدرته جل جلاله لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود، فهو سبحانه قدير على أن ينصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، قدير على أن يؤيد عباده بما شاء من جنوده، كما قال جل من قائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح مغاليق القلوب لنفهم عن الله جل جلاله مراده. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا،
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم احوسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.